مرحبا بكم معنا في حلقة جديدة بعنوان مكافحة التغير المناخي التكيف. التغيرات المناخية اللي كيعرفها العالم اليوم، المغرب ماشي بمنأى عنها. هالتغيرات المناخية اللي كتهدد اليوم بشح المياه وندرة التساقطات، الشيء اللي كيهدد الأمن الغذائي ديالنا. باش نقدروا نواجهوا التغيرات المناخية اللي كتعرفها بلادنا اليوم، لابد ما نتكيفوا مع هالتغيرات. وهذا التكيف كيتأسس على اعتماد نظام زراعي أكثر قدرة على الصمود أمام التغيرات المناخية، وذلك بحسن تدبير التربة والنباتات واستخدام المحاصيل سريعة النضج والاستخدام المتزايد للبذور الجيدة والتدبير الأفضل للأنواع الأصلية المعمرة وغيرها. التكيف والتأقلم مع التغيرات المناخية هي عبارة عن إجراءات استباقية تهدف إلى تصحيح مخططات وسياسات قطاعية، وذلك بهدف تقوية المرونة وقدرة التأقلم النظم الإيكولوجية والقطاعات الاقتصادية، وكذا تأهيل المواطنين والفاعلين لمواجهة هذه الآفة. شنو هي الإجراءات اللي كينهجها المغرب للتكيف مع التغيرات المناخية؟ سياسة المغرب في مجال التأقلم مع التغيرات المناخية ترتكز على محاور استراتيجية أفقية وكذا قطاعية على المستوى الوطني والمحلي، وبتوافق مع الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة. ومن بين هذه الإجراءات نجد ترشيد المياه وتعبئتها، وكذا إعادة استعمال المياه المعالجة وتحلية مياه البحر وتجميع مياه الأمطار. وما ننسوش البيئة منبع الحياة وأمل المستقبل، نحافظوا عليها جميع.